السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، المرجو منكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا. منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف ترخيصا للاتحاد الكروي للنيجر باستقبال الجزائر لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 على أرضه بدل المغرب، حسب ما أكدته مصادر متطابقة. وكان من المقرر أن يجرى اللقاء في ملعب مراكش الكبير بالمغرب قبل أن يراسل اتحاد الكرة في النيجر نظيره الجزائري ليخبره أن وفدا من الكاف زار ملعب نيامي يؤهله لاحتضان المباراة. وواجهت كتيبة الإطار الجزائري جمال بلماضي مضيفها البوركينابي في ملعب مراكش الكبير خلال الجولة الثانية من التصفيات، علما أن رفاق رياض محرز كانوا قد حسموا مواجهة جيبوتي بثمانية أهداف نظيفة. واستقبل منتخب النيجر جيبوتي خلال مباراة الجولة الماضية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، علما أن الأول حسم اللقاء لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين. ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى للتصفيات المونديالية برصيد أربعة نقاط مناصبة مع بوركينا فاسو، في حين يأتي منتخب النيجر ثالثا بثلاث نقاط، ثم جيبوتي أخيرا بصفر نقطة.